في الدوحة استقبل رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، يرافقه رئيس اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن بحضور سفيرة لبنان في دولة قطر فرح بري. وتناول البحث مجمل أوضاع المنطقة وخصوصا الوضع على الساحة الفلسطينية، لسيما الحرب على غزة والجنوب اللبناني، بالإضافة إلى الأوضاع اللبنانية. المتابع جميعا، المتابع الجهود المضية الجبارة التي يقوم بها الرئيس نبيه بري فيما يتعلق في محاولة فصل المسارات بين لبنان وبين غزة، تفادياً للمزيد من الدمار والخراب والتهجير والاغتيالات في جنوب لبنان. كذلك ثمن جنبلاط الدور الذي تقوم به دولة قطر وخصوصا السعي المستمر والمبادرات لوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى دورها ضمن اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الرئاسية. فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، بصراحة يعني لابد من توافق السياسيين اللبنانيين، القوى السياسية في لبنان، وبمساعدة اللجنة الخماسية كي تنتظم الأمور وننتخب رئيس أيا كان وفق الحوار والتسوية. وشدد جنبلاط على ضرورة توحد اللبنانيين في قطر بعيدا عن التأثر بالخلافات السياسية في لبنان.